ورغم تراجع مؤشر حوادث السير خلال العام الماضي، إلا أن الطرق ما زالت تحصد ما يزيد عن 4000 شخص سنويا، وتكبد البلاد خسارة بمليارات الدراهم سنويا. غالبية حوادث السير تحصل في المدار الحضري، ويعد العامل البشري المتمثل أساسا في سلوكات السائقين السبب الرئيس لهذه الحوادث. لمزيد من التفاصيل عن حرب الطرق بالمغرب ينضم إلينا الآن في الاستوديو الزميل نبيل دريوش. مساء الخير نبيل. مساء الخير عبد الله الأحمد، ومساء سعيد لجميع مشاهدي قناة ميديان تيفي. بداية، ما هي الأرقام التي تكشف لنا عن خطورة حرب الطرق بالمغرب؟ هناك عدة أرقام دقيقة توضح عبد الله خطورة حرب الطرق في المغرب. تودي حوادث السير بأرواح 12 شخصا يوميا مقابل جريح كل 7 دقائق وفق الإحصائيات الرسمية، وتكبد المغرب هذه الحوادث خسارة تقدر بما يناهز 14 مليار درهم، أي ما يمثل 2% من الناتج الداخلي الإجمالي. وبالبحث عن الأسباب نجد أن 85% تقريبا من حوادث السير بالمغرب هي نتيجة أخطاء بشرية، بينما تقع 4% من الحوادث بسبب الأحوال الجوية السيئة، و 2% تعود إلى صعوبة الطرقات وعدم سلامتها. بل إن دراسات أوضحت أن استخدام الهاتف المحمول خلال السياقة يعد سلوكا متسببا فيما نسبته 6% من حوادث السير. وهكذا بلغ عدد ضحايا حرب الطرق خلال عام 2014 3381 شخصا، ويعني هذا الرقم حصول انخفاض طفيف في عدد الضحايا مقارنة مع العام 2013 الذي بلغ 3832 ضحية. نبيل، أي المجالات تبرز بشكل جلي خطورة حرب الطرق، وما هي التدابير للحد منها؟ نعم عبد الله، 77% من ضحايا حوادث السير هم ضحايا في المدار الحضري، خصوصا الذين لا يتوفرون على الحماية مثل الراجلين ومستعملي الدراجات. فالعامل الرئيسي لحوادث السير هو العنصر البشري، ما يعني ضرورة العمل بطريقة مباشرة على تحسين سلوك مستعملي الطريق عبر التربية الطرقية وتأهيل تعليم السياقة وتطوير الامتحان لنيل رخصة السياقة وتكوين السائق المهني فضلا بشكل أفضل، وكذا تكثيف المراقبة وتشديد العقوبات. كل ذلك يتطلب المزيد من العمل بين مختلف الفرقاء للتخفيف من نزيف الطرق. طيب، على ماذا يرتكز البرنامج التحسيسي بمخاطر الطرق الذي وضعته اللجنة الوطنية الدائمة للوقاية من حوادث السير في المغرب؟ البرنامج التحسيسي عبد الله يتم بشراكة مع مجموعة من المنابر الإعلامية، فقد عملت اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير بتعاون مع عدة منابر إعلامية على التحسيس بخطورة حرب الطرق. وفي هذا السياق نجد برنامج للجنة لهذا العام يتضمن مجموعة من العمليات المبرمجة في مجال التواصل والتحسيس، تتميز باستثمار الدعائم والروافد الجديدة في التواصل الوسائطي والرقمي وعمليات التواصل المباشر والمشاركة في التظاهرات الكبرى، ويهتم أيضا بمجال التربية الطرقية، ويتضمن خلق شراكة مع المهنيين ومكونات المجتمع المدني. كل ذلك مع مواصلة الاستثمار في التكنولوجيات الحديثة وإنجاز عدة دراسات عملية علمية وتقييمية في مجال السلامة الطرقية. شكرا لك زميلي نبيل دريوش على كل هذه التوضيحات. مرحبا عبد الله.